ويفرحون لفرحكم. وما سمو سنغارا مريم وما سمو قولوا جميعا تقولون توسع لا إله إلا الله. أعوذ من أقول لا إله إلا الله. دي بدي منقوله منقولي موزي. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. أعوذ من أني بمني أكملني سوت فتح جاي نيوس موسى ده أمبو يا باك. أكمل أمبو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد. وإياك نستعين. إياك نستعين. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط. المستقيم. المستقيم. صراط الذين. صراط الذين. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. آمين. بارك الله فيكم. عاودين وعبدنا زبونا بفيزمينيز. بعض الأحداث التي قابلتنا في رحلتنا إلى دولة ملاوي ودولة موزمبيق. دولة ملاوي عدد سكانها 15 مليون، 40% مسلمين و40% نصارى و10% ديانات أخرى. وكنا ذهبنا والغرض والهدف هو التعرف على أحوال المسلمين هناك ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. القرى هناك ليس فيها ماء ولا كهرباء. كنا حوالي 6 ووجدنا هناك أشياء عجيبة. أذكر مرة تعطلت السيارة أمام قرية من القرى فنزلنا. كنا دايما نأخذ معنا في السيارة منجو. المنجو أرخص حاجة هناك، منجو رخيص جدا. فنزلت بكيس منجو، وجدت مجموعة الشباب وزعت عليهم، وضعوا لنا دكة كده تحت ظل شجرة. الأشجار هناك وارفة، والصحراء هناك كلها أشجار وكلها خضراء. وكان معنا المترجم، وبدأ فضل الشيخ نشأة أحمد كان معانا بدأ يتكلم مع هؤلاء الشباب. فيكم أحد مسلم؟ هناك النصارى غير متعصبين، نصارى كاثوليك عادي، ابنه ده مسلم وابنه التاني نصراني مفيش مشاكل. وجدنا الجالسين كلهم نصارى ما عدا واحد مسلم. بدأ الشيخ نشأة حفظه الله يتكلم مع غير المسلمين. تعرفون شيئا عن الإسلام؟ لا. تريدوا أن تعرفوا شيئا عن الإسلام؟ نعم. بدأ يتكلم معهم والمترجم يترجم، بدأوا يناقشوه ويجدلوه وكذا. أسلم واحد، بعدين أسلم اثنين، أسلم ثلاثة. على ما خلصنا اجتمع رجال ونساء، بدأ يناقش الكل. السيارة صلحت في حوالي ساعة ونصف. أسلم في خلال الساعة ونصف 9 من الرجال واثنان من النساء بفضل الله. وده قدرا، ما كنا ذاهبين لهذه القرية، احنا تعطلت بس قدام القرية. من الأمور العجيبة هناك في قس اسمه زيبيو. هذا القس التقينا به وسلمنا عليه. هذا القس قصته غريبة. هو من دولة موزمبيق ودخل دولة ملاوي لمهمة، فسمع إماما يخطب، أعجب بهذا الكلام، انتهى حتى انتهت الجمعة، ثم حاول أن يتعرف عليه، بدأ يناقش في الإسلام، جاء ببعض الشبهات، الخطيب أجاب له عن بعض الشبهات. المهم في نهاية الحوار أسلم القس زيبيو، فعاد إلى قريته في موزمبيق يدعو إلى الله سرا، فأسلم على يديه 9 من أهل القرية. هذا القس هو القس الوحيد، قس الكنيسة هناك في القرية. فاتصل بالإخوة وقال لهم لو جمعت لكم أهل القرية تدعونهم إلى الإسلام؟ قالوا نعم. فاتفق معهم وأتوا، وبدأوا في صبيحة يوم الجمعة بدأوا يناقشوهم في الإسلام. راحوا الخميس بالليل، طبعا رحلة طويلة 6 ساعات بين الغابات على الدراجات حتى وصلوا إلى هناك في الليل. ناموا الخميس، وفي الصباح جمع لهم الناس وبدأوا يناقشوهم، والناس تناقش ويناقشوهم والناس تناقش. المهم أسلم 9، أسلم 25، أسلم 75، أسلم 90، في النهاية أسلم 140 واحد من أهل القرية. اقترب وقت صلاة الجمعة، فقالوا طيب يا زيبيو أنت أسلمت منذ أكثر من شهر، علمهم بقى الوضوء والصلاة وإحنا سننطلق لكي نصلي الجمعة. قال طب وإحنا؟ طب هنصلي الجمعة فين عندكم هنا؟
أنا قس الكنيسة، سنقلب الكنيسة إلى مسجد. فقاموا جميعا وقلبوا الكنيسة إلى مسجد، وعملوا ساتر في الوسط للنساء وصلوا فيها صلاة الجمعة. البلاد دي بلاد غريبة وعجيبة جدا. الآن عندهم صيف شديد الحرارة، كثير المطر. وجدنا مكانا، احنا راجعين عند الأسفلت كده، وجدنا مكانا في ناس كتير. سألنا ايه ده؟ مترجم قلت له اسألهم، قال دول ناس زين من قرى مختلفة مجتمعون أمام هذا المكان لأخذ بذرة القطن لكي يزرعوها، زي الجمعية الزراعية عندنا كده. دخلنا على الناس، كل واحد خد مترجم. أنا خدت مترجم ورحت المجموعة، فضلت شيخ نشأة مترجم، خد مجموعة، أخ اسمه أحمد عبد الرحمن مجموعة، أحمد ماهر مجموعة. لم يسلم ولا واحد معايا من التسعة اللي كانوا معايا، ولا واحد أسلم. بشاور للشيخ نشأة وأقول أخي قول مترجم، قال الشيخ نشأة لحد الوقت أسلم معاه 19. في الناحية الثانية الشيخ أحمد عبد الرحمن أخبره إيه؟ أسلم معاه 25. أمال الشيخ أحمد ماهر أسلم معاه 22. رحت أنا في جنب تاني كده وخدت ثلاثة، خدتهم واحد واحد، هم دول اللي طلعت بيهم. والعجيب بعد ما أسلم العدد ده كله، طلع لهم الراجل وقال لهم معلش مش هتستلموا بذرة القطن النهاردة لأن الراجل ما جاش. قلت سبحان من جمعهم من قراهم بنية أخذ بذرة القطن فعادوا ببذرة الإيمان. القرى هناك يا جماعة ليس فيها كهرباء ولا ماء، الناس بيشربوا منين؟ من بئر. البئر يعني ترومبة، يعني بيدقوا بئر تواز ترومبة وتشرب منه. وطبعا البئر غالي، 4200 دولار أو 5000 دولار عشان تدق بئر، فمفقراء، فقراء جدا. نزل إخواننا في قرية، والواقع دي قد قبل ما نروح يعني هم حدثون عنه، نزلوا في قرية ليس فيها بئر، قالوا هنحفر لكم بئر، والحمد لله الترومبة جابت ماء عذبا. وهذه القرية فيها بعض المسلمين والباقي نصارى. فجاء النصارى إلى إخواننا، هل ستأذنون لنا أن نشرب مع المسلمين؟ قالوا طبعا. قالوا لأن، لماذا تسألون هذا السؤال؟ قالوا لأن النصارى الكنيسة إذا حفرت بئرا تمنع المسلمين من الشرب منه، وتقول لا يشرب منه إلا النصارى، ومن أراد من المسلمين أن يشرب فليتنصر. قال لهم لا، بس إحنا كمسلمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام يقول الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الكلأ يعني العشب. أسلمتم أو لم تسلموا أنتم شركاء للمسلمين في هذا الماء. نعم سندعوكم إلى الإسلام، من يريد أن يسلم فليسلم، لكن حتى ولو لم تسلم أنت شريكه، لأن الإسلام يحتم علينا هذا، هذا حقكم. رجع نصارى القرية، عقدوا مؤتمرا وتدارسوا الأمر وقالوا هذا الدين دين عظيم. فأسلمت القرية عن بكرة أبيها. في جمعية هناك اسمها جمعية تنمية مصر إفريقيا، لأحد الرجال، رجال الأعمال المصريين جزاه الله خير، إذا أسلم مجموعة في قرية يحضر لهم طالب علم ملاوي يجيد العربية والملاوية، يقول له تعال ادلس هنا اسكن في القرية دي وهنعطيك راتبا 600 جنيه في الشهر، يعيش معهم، يبدأ يعلمهم الوضوء والصلاة، ويعلم الأولاد، أولاد المسلمين، القرآن الكريم وأحكام الإسلام والتوحيد والعقيدة والفقه. لكن عشان الابن يجي لابد أن تضمن له طعام اليوم، وإلا أبوه هيغيبه لكي يخرج إلى الغابة يحتطب ويبيع بعض الحطب ليأتي بقوت يوم. طيب الولد تعطله كام؟ كل يوم نصف كيلو دقيق ذرة، هم هناك بيأكل دقيق الذرة ده أكلتهم الأساسية، نصف كيلو دقيق ذرة في اليوم يعني 15 كيلو في الشهر، 15 كيلو في الشهر تساوي بالضبط 10 جنيه مصري. خلاص كل ولد بيأخذ 15 كيلو دقيق في الشهر بيجي يحضر. بدأ النصارى يعلمون بذلك، بدأوا يبعثوا أبنائهم، طب أبنائكم هنعلمهم الإسلام وهيسلموا وحفظهم القرآن، ماشي. بدأ النصارى يرسلون أبنائهم، بدأ نعلمهم الإسلام والإيمان وأن عيسى عبد الله وليس ابنا لله إلى آخره، ويبدأ يأخذ 15 كيلو. الغريب أن أحيانا الولد يجيب أبوه وأمه يسلموا ويتعلموا الوضوء والصلاة ويصلوا مع المسلمين، أو الناس هناك سهلين جدا، تجد المسلم واثنين نصارى واحد يسلم واحد يفضل عادي. النصارى هناك كاثوليك غير متعصبين، غير متعصبين. كل قرية هناك لها ملك، ملك القرية ليس مثل العمدة هنا، الملك هو الملك، ملك القرية. يعني عشان نشتري حتة نبني فيها مسجد نشتريها من الملك، كل أراضي القرية ملك للملك،
القرى طبعا في الغابات وأشجار وأشياء. اجتمعت ثلاث قرى في مكان، وبدأ الشيخ نشأة حفظه الله يكلمهم عن العقيدة والتوحيد والإيمان ويثبتهم. وأنا جالس مع الملك بتكلم مع هذا الملك ملك القرية، لابس قميص بنطلون على قد الحال كده، بقول له ماذا تتمنى في حياتك؟ قال والله أنا أسلمت منذ 4 أشهر وأتمنى أن ألبس ثوبا أبيض حتى أصير مثل المسلمين. قلت لهم يا شباب يا معنا في السيارة أثواب ومعنا إدناءات ومعنا طواقم ومعنا أشياء، يعني الشباب معرفين المطلوب. عندك مقاس 54؟ طب هات مقاس 54. لبسنا الملك ما شاء الله ثوب الأبيض، بقى شكل الملوك اللي بصحيح، وكان سعيدا جدا جدا. وعملت معاه لقاء بعد ما لبس الثوب أمام كاميرا قناة الندى، وأظنهم إن شاء الله هيبثوا هذا الكلام. من المواقف التي أثرت فيها في يوم الجمعة، الشيخ نشأة حفظه الله طلع خطبة، والشيخ أحمد خطبة، والشيخ أحمد خطبة، وأنا طلعت خطبة، كل واحد طلع مكان. رجعت قبل المغرب بنصف ساعة. الشيخ أحمد كان معنا واحد نشيط جدا اسمه الشيخ أحمد عبد الرحمن. الأخ أحمد عبد الرحمن ده ما شاء الله نشيط جدا، أخ يعني مش شيخ مشهور ولا حاجة، أخ من هنا من مصر. قال لي يلا يا وحيد نطلع نتمشى على رجولنا كده، السوق قريب من هنا، السوق قريب من الفندق. قلت له والله أنا جاي منهك وتعبان جدا. قال لي ربنا يعينك وسيقويك، اطلع يمكن ربنا يهدي بينا واحد خير لنا من ايه حمر النعم. قلت له يلا استعنا بالله، خدنا المترجمين وطلعنا. دخلنا على السوق لقينا جماعة حدادين، قعدنا نكلم فيهم ما عبروناش. طلعنا لقينا واحد جاي بدأ يكلمه وتفاعل معه، الناس تمشي تبص كده يقول لهم تعالوا تعالوا، ما احنا شكلنا غريب. المهم تعالوا تعالوا اجتمع ناس حريم، تعالوا تعالوا اجتمع. المهم فدا يناقشهم وكذا، ويجادلوا ويناقشوا ويجادلوا ويناقشوا ويناقش ويرد عليهم ويناقش ويرد عليهم. المهم أسلم 65 واحد و9 نسوة. سمعت جلبة خارج الفندق مترجم يقول الناس دي عاوز ايه؟ سمعنا أنكم جئتم بدين جميل نريد أن نتعرف عليه. قالوا استنوا استنوا ما خلص ما قلتم لا استنوا لحسن يفلتوا من يدين، تعالوا تفضلوا. دخلوا 35 واحد و9 نسوة، يلا اعرض عليهم الإسلام. عرض عليهم الإسلام، أسلموا جميعا، أكثر من 100 أسلموا جميعا بفضل الله تبارك وتعالى. قام معنا واحد من رجال الأعمال قال والله ما حد طالع منكم إلا ما يأخذ 1000 كواشة هدية. كواشة يعني زي الجنيه كده، لكن 1000 كواشة هناك يساوي عندنا 20 جنيه مصري. يفرحوا بها جدا طبعا، ده مبلغ كبير ضخم. المسلم أول ما يسلم يقول لك الدين طقيق. ليه؟ لأن المسلمين يعرفوا بعضهم بعضا بالطقية، اللي لابس طقية تعرف أنه مسلم على طول، يعتز بالطقية جدا، يقولوا البعض السلام عليكم. المرأة تقول أعطيني حجاب، بقول لهم المرأة بتفرح بالحجاب جدا، ليه كده بالجلباب؟ قالوا لأنها تلبسه إذا خرجت يسترها، وبالليل تتغطى به لأن ما عندهمش بطاطين تتغطى به من البرد، لأنهم فقراء فعلا. لكن كان فيه يوم، هذا اليوم حقيقة كنا بنسميه يوم أحمد عبد الرحمن. الرجل ده رجل ربنا أعطيه نشاط، كنا مسافرين في اليوم ده الموزمبيق، وفي 6 قرى في موزمبيق لازم نروحهم ونزورهم كلهم، فيهم مسلمين وفيهم نصارى. لما نروح القرية قبل ما نروح بيرتبوا لنا القرية، الشيخ اللي في القرية المسلم اللي هو طالب العلم ده بيبدأ يدعو القرية كلها على الغداء. الغداء يعني يعني معزتين ولا 3، ما هو أرخص حاجة هناك اللحم. يعني هم قالوا لنا إن الكيلو الجبنة ب120 جنيه. والكيلو اللحمة ب12 جنيه، تأكل جبنة ولا لحمة؟ المعزة من 150 جنيه ل170 جنيه، ولو انت عزمتهم وعطيت كل واحد قطعة صغيرة كده يبقى مبسوط جدا وفرحان وسعيد، معزتين بيكفوا البلد بحالها. القرى هناك يعني تلاقي قوام القرية 200 واحد، 250 أقل، 100 150، يعزم القرية فبيجي المسلمين وكثير من النصارى. المسلمين بيجتمعوا تحت ظل الشجرة، جايين تحت ظل الأشجار، يكلموا فضيلة الشيخ على الإيمان والعقيدة والتوحيد، ويبدأ يناقش النصارى ويكلمهم اللي عنده أي سؤال وشبهات وأسئلة وكذا. يسلم منهم 20 30 25 40 على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يكرم. وهكذا كل يوم نروح 6 قرى. احنا طالعين موزمبيق، الأخ أحمد عبد الرحمن قال أنا مش رايح معاكم. ليه يا جماعة؟ قال هنروح كلنا في مكان واحد ليه؟ نتفرق. قلنا له طب احنا معانا سيارتين 2. قال مش عاوز سيارات، أنا أجر عجل، بس أعطوني بس 2 مترجمين. يأجر عجل لأن هناك موقف زي موقف الميكروباص كده، فيه فريح وموقف عجل، تأجر العجلة ما يتعبكش ولا يخليك تسوق، هو يسوق بك وانت تركب وراه، لأن وراه كده طرابزين، كرسي كده وطرابزين، تركب انت عليه وتمسك في الطرابزين. المهم احنا طلعنا موزمبيق، أحمد عبد الرحمن خد المترجمين وطلع،
بعد ما جينا جبت المترجم أنا كنت بسجل وقائع الرحلة أو البول، لأن هم كانوا دعاء إلى الله وأنا المؤرخ بتاعهم عمال بأرخ لهم. قلت له تعالى المترجم تعالى احكي لي ما الذي حدث. قال عجيب أحمد عبد الرحمن هذا. قلت له إيه؟ قال أول ما خرجنا نزل بنا إلى السوق قال أيها الناس نحن إخوانكم من العرب جئنا لزيارتكم نريد أن نتعرف عليكم أترغبون؟ نعم. أفيكم أحد مسلم؟ لا. تريدون أن تتعرفوا على الإسلام؟ نعم. بدأ يعرفهم الإسلام وكذا. من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلقك في بطنهم؟ الله. أتؤمن بموسى؟ نعم. بعيسى؟ نعم. أتؤمن بمحمد؟ لا أعرف شيئا عن محمد. تعال تريدون أن تعرفوا شيئا عن محمد؟ يبدأ يعرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول أتؤمنون بالجنة؟ نعم. بالنار؟ نعم. أتعلمون أنه لن يدخل أحد الجنة حتى يؤمن بجميع الرسل؟ لو آمنت بموسى ومحمد ولم تؤمن بعيسى دخلت النار. لو آمنت بموسى وعيسى ولم تؤمن بمحمد دخلت النار. لا بد أن تؤمن بكل الرسل. من يريد الجنة؟ أنا. إذا تسلم. من يسلم؟ المهم أسلم مع 25 واحد. يلا قوموا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روا على موقف العجل جم كلهم يريدون أنهم يأجروا العجل. فيكم مسلم؟ لا. تتعرف على الإسلام؟ المهم بدأ يتناقش معه. أسلم كلهم. وقف ميكروباص طلعوا ركبوا الميكروباص. قال له قل لهم أتريدون أن تتعرفوا شيئا على الإسلام؟ نعم. عرض عليهم الإسلام. يقول المترجم أتعلم يا شيخ لقد أسلموا جميعا حتى قائد المركبة، يعني قائد الميكروباص يعني السواق، يعني دخلوا على كمين شرطة. قال طب ابعد عن الشرطة. قالوا لا تعرف على كمين الشرطة، نحن إخوانكم جئنا من العرب نتعرف. أهلا وسهلا بكم. فيكم مسلم؟ لا. تريدون أن تعرفوا شيئا على الإسلام؟ نعم. بدأوا يناقشهم في الإسلام. أسلم كمين الشرطة كله. بسأل المترجم قلت له اكتب لي كم واحد أسلم على يدي في هذا اليوم. بدأ يحسب أسلم عليه في هذا اليوم على يديه وحده 366 واحد. يعني الرحلة كلها يا إخواني كلها أسلم فيها قرابة 1000 واحد في 10 أيام. يعني أذكر موقف وإحنا جايين خلاص سافرنا من القرى دي ورحنا مدينة اسمها بلنطير. بلنطير ديت خلاص هنركب منها الأتوبيس اللي هيوصلنا إلى العاصمة، هنركب منها المطار. أحد الإخوة المصريين هناك صاحب محل فاتح محل هناك مصري، فعمل لنا شاي أنا وأخ من اسكندرية اسمه أحمد قرقاش كان راح يدي دورات نور البيان هناك. احنا كنا قاعدين في سوق كبير جدا زي كارفور هناك ده اسمه شبرا رايت ومحلات راقية جدا، فعزمنا. فقلت له طيب على ما الشاي يبرد ما تطلع نتمشى شوي. قال لي والله. قلت له المترجمين هم معانا، احنا بندي المترجم 1000 كواشة في اليوم يعني 20 جنيه ويبقى مبسوط جدا يترجم لك من الفجر لنص الليل، ويا سلام لو وكلته كمان يبقى مبسوط جدا جدا. فقال لي ماشي. قلت له خد المترجم واطلع في الشارع ده وانا هطلع في الشارع ده المحلات كلها اطلع يلاقي اي اتنين ماشيين يوقفهم يكلمهم على ما الشاي يبرد. طلعنا احنا سرحنا سيبنا الشاي برد خالص. خدنا يجي نص ساعة الاخ احمد قرقاش ربنا يحفظه ايه الاخبار، لقى اتنين كلمهم ما اسلمش مرضوش يسلم، لقى اتنين تانين كلمهم واللي ما يسلمش بأدب يقول لك انا غير مستعد الان معلش دعني افكر بأدب، وبعدين كلم اتنين تانين واحد اسلم ماشي كلم اتنين تانين واحد اسلم يعني رجع دي رجعنا نشرب الشاي ايه الاخبار، قال الحمد لله اسلم اتنين. قلت له الحمد لله رب العالمين في نصف ساعة. والعبد الفقير برضو مشى كده وأسلم معاه برضو بعض الناس. أقول لكم يا أخوة وفي ناس نناقشهم يناقشوا ويجادلوا ما يسلموش، مش كله يعني، أنا بذكر لك بس المواقف اللي أسلم فيها الناس. وإحنا في الفندق، فندق في مدينة بلنطير، الصبح الساعة 8 كده حطونا الفطار وقعدنا نفطر. معنا أخ اسمه أحمد ماهر، طلع أحمد ماهر يمشي لقى الشيف الكبير يور مسلم نو اي ام كيرستن، انت مسلم؟ لا ده انا نصراني. طيب تعال انا اعرفك على الاسلام، تحب تعرف الاسلام؟ مع ابتسامه جميله كده يقول له طيب ماشي اجي معاك. جه جابوا قاعد احنا لسه يا دوب مخلصين الفطار وبلبس النوم ومعناش مترجمين، فكان معنا رجل اعمال مصر ده اسمه احمد اسمه خالد عبد الستار معاه 6 لغات. طب كويس الانجليزيه ممتاز، هو في الانجليزيه بدا يتناقش معه. بدأنا نتناقش معاه بدأ يعرفه على الإسلام وكذا فسكت. قال له ستوب أنت ذكرتني بشيء عجيب. ما هو؟ لقد كنت أعادي المسلمين وأكره المسلمين جميعا فرأيت رؤيا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن الناس قد جمعوا جميعا أمام الله عز وجل للحساب، اليهود والنصارى والمسلمون، فإذا بالمسلمين فرحين يرقصون على حد قوله. فقلت عجيب المسلمون فرحون يوم الحساب وأنا أعاديهم؟ قال فسمعت كأن الله يناديني ويقول هؤلاء أبنائي
يعني أحبابي على حد قوله، هؤلاء أبنائي. قال فقمت من النوم ولا أعادي بعدها مسلما. قال له يا خسارة، ده أنا كنت بحسبك تقول قمت من النوم أبحث عن الإسلام لأتعرف عليه، إذن فقد آن الأوان أن تتعرف على الإسلام. وبدأ يناقشه، في النهاية قال فعلا أنا اقتنعت أن محمد رسول الله حق. قال له خلاص اشهد ادخل في الإسلام. قال له لا دعني أفكر دعني أقرأ. قال من حقك أن تقرأ وأن تفكر، ولكن أخشى عليك شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال هذه فرصة، ونحن جئنا من مصر من أقصى البلاد، وأنت في ما لو 10 ساعات في الطائرة، وإن شاء الله أن نجلس معك ونكلمك، وأنت الآن قد قامت عليك الحجة، فأخشى أن تموت قبل أن تدخل في الإسلام فتدخل النار. ياه، يعني من لم يؤمن بمحمد سيدخل النار؟ من لم يؤمن بجميع الرسل؟ بيسألني بيقول لي يعني أنا لم أؤمن، لا أؤمن بمحمد، أؤمن بجميع الأنبياء إلا محمد، أدخل النار؟ أنا في النار؟ فأنا يعني رفضت أن أواجهه. قلت له أخي الكريم، من شرط دخول الجنة أن تؤمن بجميع الرسل. فقال لقد آن الأوان أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت له كمل، وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابنا لله ولم يتخذ الله ولدا. في الحقيقة يا إخواني، الإنسان لا يشعر بعظمة هذا الدين إلا إذا التقى بهؤلاء. حينما يسلم أحدهم يكون سعيدا جدا، وكأنه يبحث عن جوهرة فيجدها. ولذلك احنا مرتبين إن شاء الله بعد شهر أو 3 أسابيع زيارة أخرى إن شاء الله تشمل دولة بوروندي ودولة رواندا ودولة ملاوي. 3 دول دول إن شاء الله تكون في الرحلة القادمة. وبعض رجال الأعمال السعوديين لما قرأوا، أنا كتبت الرحلة وتفاصيلها كاملة في 65 صفحة على الموقع، ممكن تقرأها. يعني كتبتها كتابة لكي يقرأه الناس لأنها كثيرة. أما الصور فهو قناة الندى صورتها في حوالي 80 في حوالي 80 ساعة أو 70 ساعة، وهيبدأوا يدبلجوها كده ويمنتجوها ويطلعوا المواقف والمناقشات والحوارات. يعني أنا معايا بعض الصور، الفيديو لبعض الملوك التقيت بهم هناك، ونشيد قابلونا به باللغة الملاوية، وهم احنا مقبلين عليهم. وجدنا أهل القرى أهل القرية صفين، صف رجال وصف نساء، وألقوا لنا نشيدا ترجمته الأسماك في البحار تفرح بقدوم النبي المختار عليه الصلاة والسلام، المسلمون متحابون إخوة متآلفون زي كده. يعني ممكن أسمعكم منه لقطة باللغة الملاوية، تسمعوه صوت وصورة. اللي عاوز يجي معانا يسافر معانا يشرفنا وينورنا، واي حد يحب يتفاعل معانا
ممكن أديكم تليفون الجمعية اللي كانت نازلة معنا بقوة، جمعية الحوين الخيرية، بتحفر آبار هناك وتبني مساجد. اللي عاوز يتواصل معها عشان يعني يساهم أو يساعد أو يجي أو يزور جمعية الشيخ الحويني، الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. على كل حال أنت لو دخلت على الموقع، لو دخلت على الموقع هتجد في آخر صفحة تليفونات جمعية الحوين الخيرية وكيفية التواصل. أي حد يحب يسافر، إحنا مسافرين بعد شهر، والرحلة 10 ساعات بس في الطيارة، وبنقعد هناك أسبوع أو 5 أيام وبنرجع إن شاء الله. يمكن ربنا يهديك. أنا قلت للمصور بتاع قناة الندى، قلت له عشان تنال شرف الدعوة إلى الله، العربية اللي فاتت كانت تأخرت مننا فوقفنا انتظرناها، فإحنا كان معنا دايما منجا وقصب. لو نزلنا القرى ما بنعرفش ناكل العجين بتاعهم ده، فبناكل لإما منجا لإما قصب بس. قال لي هات عود قصب، عطيت عود قصب بيكسره كده، لقى شاب عطاله نص، قلت له ادعوه إلى الله. المصور، مصور القناة يعني بمعلوماته العادية، المسألة مش عاوزة علم ولا حاجة، بدأ يتناقش معاه بالمعلومات العادية. في خلال 3 ساعة أسلم هذا الشاب بفضل الله تبارك وتعالى. أي حد يحب يتواصل معنا عشان يدخل على الموقع ويتواصل معنا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم. الإجازات جت ولا لسه؟ لسه. طيب خلاص إن شاء الله، والإخوة هيبقوا يوزعوا الإجازات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.